فقرتنا دائما تنطروها من اسبوع لاسبوع مع الناتوروباث دكتور الفريد كرم، واليوم موضوعنا راح يكون علاقه برايوتيك بلس مع خساره الوزن. بونجور دكتور. بونجور يا قلبي. شو هالموضوع الكتير مهم يلي ما بحياتنا يمكن فكرنا انه له علاقه البروبيوتيك بخساره الوزن. ليكي، انقاص الوزن هي عمليه منا سهله. صح. يمكن انت كمان بتعرفيها. انا بعاني منها. وفي كتير ناس بيعانوا منها. واكثر شيء المعاناه الكبيره لما الناس يقول لك جسمي عمل بلوك. يعني كان ماشي الحال، شو خلى هالجسم ما بده يفقد وزن؟ انا اليوم بدي افتح موضوع حساس. بتمنى المشاهدين قد ما فيهم ياخذوا هالمعلومات هيدي ويطبقوها. تطبيق هالمعلومات الا ما تجيب نتيجة، إما نتيجة سريعة أو نتيجة بطيئة. إذا جابت نتيجة سريعة بينبسط الإنسان، بيرتاح، بيقول لك أنا وصلت للحل اللي بدي إياه، هن 3 4 كيلو 7 كيلو وارتحت منهم. النتيجة البطيئة هي إنه الجسم ما استجاب للي قمنا فيه نحن، وعم بيمشي ببطء. هون بدي يكون أنا عندي الصبر، قدرة المثابرة، وتكون أسئلتي محكمة حتى أعرف شو فيني ساعد جسمي وأعطي حقه. أنا اليوم بدي أحكي عن موضوع الناس ما بينتبهوا له، هو الأنتيبيوتكس. لاحظوا الباحثين والعلماء أنه أصحاب المواشي، يعني البقار بتعرفي المواشي والاغنام، واكثر شيء الخنازير اللي هن بالفارمز تبعيتهم، لما بلشوا يعطون انتيبيوتيك لاسباب عديده، لاحظوا انه هالمواشي هيدي عم تحفظ، عم تثمن اكثر، عم بيزيد وزنها اكثر. إذا في زيادة وزن، في زيادة وزن عند المواشي، إيه؟ فشو عملوا حتى يستفيدوا أكثر من لحم أكثر ومن وزن أكثر؟ بلشوا يعطوا كل الوقت المواشي ولو دوز خفيف من الأنتيبيوتكس حتى المواشي تستفيد. شو بيخلي هالشيء؟ شو بيخلينا نعرف؟ بيخلينا نعرف إنه الميتابوليزم، جسم هالحيوانات هودي، جسم هالكائنات هيدي، ان كانت حيوان او انسان، لانه هالشيء بين بطريقه فاضحه عند الحيوان، فكمان جسم الانسان عم بيحصل على هالشيء، لكن مش بهالطريقه الفاضحه اللي عند المواشي. اوكي. فلاحظوا انه الجسم لما عم يوصل له كميات روتينية ولو خفيفة من الأنتيبيوتيك عم بيحفظ الدهنيات، ما عم بيحرقها. هلا نحن لما ناخذ أنتيبيوتيكس من بريسكريبشن الحكيم أعطانا إياه، مش معناتها لازم نرفضها. ولما يوصلنا أنتيبيوتيك عن طريق اللحومات، عن طريق الحليب، الأجبان، الألبان وكل شيء بيوصلنا، هذا كيف بدنا نرفضه؟ كيف بدنا نشيله من قلبه؟ لا هيدي فينا نرفضها ولا هديك، الا اذا رحنا نحو اللحوم الاورجانيك البيولوجيك، يعني الحيوان مربى على الطريقه التقليديه بدون اي انتيبيوتكس. هون بيكون ما عم بيوصلنا لجسمنا انتيبيوتيك. اذا دخول الانتيبيوتيك على جسمنا عم بيخلي الجسم يحفظ، ياخذ هالفات هيدي. بدي اقول لك شغله، الاطباء بيعرفوها، الباحثين بيعرفوها، النيوتريسيونيست بيعرفوها، الناتوروبات اكثر شيء بيعرفوها لاني درسوا ناتوروباتي مثلي، انه الجسم حتى يحمي حاله، نحن عندنا جسم ربنا اعطانا اياه، الخالق صنعه، وبيشتغل لصالحه، وبعض الحين بيشتغل بأنانية لصالحه. نشكر الله، نحن بدنا نوجهه شوي. ولما جسمنا يحفظ فات، بيخبي، بيستعمل هالفات ليخبي التوكسينز فيها، السموم،
ايه لانه الجسم بيحرق بيعمل توكسينز، ولما ما يقدر يتخلص منها بحطها بالفات. يعني صار في عندك دبل اليمنتس، مادتين اساسيتين لعدم فقدان الوزن. التوكسينز بيخلي الجسم ما يفقد حاله الفات حتى ما تأذي التوكسينز تروح على الخلايا وتضره وتعمل له أمراض، فبيحتفظ بالفات. إذا نحن حتى نقدر تشد فاتس، حتى نقدر نحارب نصرف دهون، لازم قبل نصرف التوكسينز. ساعتها بصير الفات مثل ثمرة ناجة تقط فيها، ما بتعلق، ما بتشد فيها ما بتعذبنا. شفتي وين العلاقة بين؟ هلا شو بيعمل الانتي بايوتكس بالمايكروبيوم؟ شو بيعمل بالمايكروبيوتا؟ شو بيعمل بالبروبيوتكس اللي بيعيش فينا واللي هو موجود بهالمستحضر البريوتيك بلس؟ البريوتيك بلس عنده 14 نوع بكتيريا، كل بكتيريا مدروسة من مؤسسة للصحة بكندا. وزارة الصحة طلبت منها تدرس البروبيوتيك لتشوف أي هو الأفضل. نحن لما صنعنا البريوتيك بلس ومن 2007 لهلأ 17 سنة عم نستعمل هالبكتيريا هيدي اللي اندرست على أعلى مستوى من قبل وزارة الصحة بكندا، وهيك نحن حصلنا على أفضل مستحضر بروبيوتكس اسمه بريوتيك بلس. إذن بالبريوتيك بلس في بكتيريا بتروح وبتساعد الجهاز الهضمي على يعمل عملية التوازن. نحن بدنا عملية التوازن. الجسم لما يوصل كالوري زيادة، إيه؟ لما يحصل على كالوري زيادة هو قادر باهتمامه بنفسه يروح ويعلي الميتابوليزم، يشغل حاله حتى تروح الكالوري منه. ونفس الوقت لما الجسم ما يحصل على كالوريات، ما يحصل على طاقة، ما يحصل على غذاء كامل، بيروح بيوطي الميتابوليزم لأنه بيعلن حالة المجاعة، بيقول لك أنا وين رايح، حتى ما يصرف طاقة. إذن هون البريوتيك بلس والبكتيريا الموجودة فيه رح تروح تشتغل حتى تعطي للجسم الحرية الكاملة ليتصرف وليقدر بوجود هالبكتيريا على القليلة عمليتين رح أوضحهم وإن شاء الله بتستعمليهم أنت وبيستعملهم كل شخص. البكتيريا الموجودة بالبريوتيك بلس هي مصنع للفيتامين بي كومبلكس وخاصة البي 5. البي 5 هو مادة بتخلي الجسم يحول الكربوهيدرات لجلوكوز، يعني هيدا هو الطاقة اللي بده يستعملها لكل أعماله. بصير الجسم حي قوي ويحرق هالجلوكوز، هيدا ما بيضل، ما بيتحول إلى دهنيات داخل الجسم اللي بتاخديه بتحرقيه، وهذا اللي بدنا إياه. نحن بدنا كل شيء نقدر نستوعبه ناكله، حتى لو أكلنا زيادة يقدر الجسم يحرقهم يستعملهم بعملية الحياة اللي عم نعيشها والطاقة اللي عم نعيشها كل يوم. ثاني شيء الكريفينج، أصعب أنا ما فيني بدي روح أكل حلو، ما فيني بدي أكل الشوكولاتة تبعولي، ما فيني بدي أكل الدبس تبعولي، ما فيني بدي أكل المربى بعد الأكل. هالكريفينج هيدا هو كريفينج الجسم بيطلبه، يعني عشق نحو وما بقدر، هو قدرة تتطلبها الجسم لأنه في كانديدا، لأنه في بكتيريا ضارة عم تطلب من الجسم انت محافظ علي جوا، اعطيني حياه. منروح نحن بناخذ الحلويات السكريات شو ما كان دون توقف، وكل ما تطلبي كل ما يزداد صح طلب، مش بتشبعي كل ما بصير بدك اكثر. ليه؟ لانه عم بتقوي الكانديدا فيك. هون
أهمية البريوتيك بلس والبكتيريا إنه بتروح بتبلش ما تقتل كيف ما كان، بتبلش تسيطر، تحاول تسيطر على هالمكان اللي سرقته منها. هل يعني اجت هي استوطنت بمكان مش لها، هي مستوطنة. الخمائر هيدي لما تتكاثر عم تاخد أماكن مش لها. بيجي البروبايوتيك، بتجي هالبريوتيك بلس والبكتيريا اللي فيه، بتروح هي أصلاً لازم تكون ساكنة على هالأبيثيريال سيل، على هالخلايا اللي هي على جدار المصران كله، وهي اللي بتقوم بأعمال مهمة للجسم. شو بتساعد؟ بتساعد على تجزئة المأكولات وخاصة البروتينات اللي هي غذاء العضلات. طيب أنا عملت ريجيم إيه؟ ونزلت وزن، طيب شو اللي بيخلي لما وقف يزيد وزني بعدين؟ لا ما ارجع، ليه ما برجع للوزن اللي انا فيه؟ لانه لما اعمل ريجيم مهما كان وانزل فات رح انزل عضل، والعضل كميه العضل كتله العضل اللي عندي اياها لما تقل هو العضل اللي اكثر شيء بيحرق دهن، مش الدهن بيحرق دهن، العضل. من هيك بقولوا كل اللي بهمهم الدايت اعملوا رياضه مع الدايت. مش الهدف انه رياضه بتنقص لك وزنك لحالها، بتنمي لك كتله العضل، من ناحيه الجسم بيستقيم شوي، من ناحيه العضل بتاخذ اقل مكان من الفات، بتعلي الميتابوليزم حتى يحرق فات اكثر. اذا نحن عندنا اليوم مفهوم جديد باهميه هالجهاز الهضمي، هيدا الجهاز الهضمي هيدا لما يكون عم بيشتغل على افضل مستوى بالتوازن اللي فيه، البكتيريا الموجوده رح بتقوم بكل هالعوامل هيدي. بعدد لك اياها من اول وجديد؟ حفظناها دكتور، بس انه الفكره انه كتار بيعملوا دايت مثل ما عم بتقول وما بيخسروا وزن، وبكونوا منهم عارفين شو المشكله، وبقولوا مثل ما قالت حضرتك انه عامل جسمون بلوك. ياما في ناس تحرروا من مشكله هالبلوك هيدا، تحرروا من عدم قدرتهم على خسارة أول كيلو 2 كيلو بفضل البريوتيك بلس. أنا بتفاجأ بعض الأحيان من أشخاص البروبايوتيك بتشتغل عليها بشكل أكثر من غيرها، وبيتصلوا فيي بيقولوا لي أنا بتفاجأوا أنه نزل وزنهم 4، 5، أو 7 كيلو، لأنه صحيح. أخذوا التعليمات، ما كانوا عم يعملوا دايت، حتى بدون دايت صح؟ بدون دايت، وبقول لهم كيف. بس ما حدا بينزل وزنه اذا كان ما كان وزنه زايد. البريوتيك بلس البكتيريا اللي نحن بناخذها هي بكتيريا بتشتغل مع جهاز المناعه، هي عندها انستينكت لتساعد الجسم على حفظ التوازن، اهم توازن هو توازن البكتيريا حتى المناعه تقدر تشتغل. وين اهميه هالشيء هيدا؟ لما البروبايوتكس بتنقي الجسم من التوكسينز، الخمول بيروح. لما بصير في عندك نشاط صار عندك مود افضل، وصار عندك حب. لما عندك نشاط صار عندك حب تروحي تعملي اكزرسايز، تعملي. طب اذا انت تعبانه وجسمك كيف بدك تروحي تعملي؟ اذا انا بنصح كل شخص، كل بنت، كل ام، كل كبير بالعمر، حتى كل طفل من عمر 12 سنة وطالع، إذا بده ينقص وزن بس يبعث لي على تليفوني أنا 03-10-12-14 كلمة إنقاص وزن، هالكلمتين هودي، أنا رح بتكفل، أنا رح بهتم بالشخص، أنا رح أبعث له كل المعلومات، أنا رح تابع مع هالشخص. يلا دكتور أنا هلأ عم ببعث لك المسج وصل لعندك. أنا رح تابع هالشخص هيدا بكل أمانة، ورح اخذ مسؤوليه في حال الشخص حقيقه تبع تعليماتي اسبوعين ورجع دوبه للاسبوعين، وهالشخص هيدا ما لقى نتيجه يطلبني انا برجع بقدم له، انا شخصيا بتكفل اقدم له العلبه اللي هي بتهديه اسبوعين كهديه لحتى يتشجع يرجع يعمل الاسبوع الثالث. شوفي شو بصير بالجسم، الجسم بيعاند شوي بالبداية، بس في أسباب عديدة قلناها. نحن بدنا نساعد جسمنا حتى نأمن له
القدرة على على الدفشة الأولى حتى تبلش المسبحة أو تكر شوي شوي. إذن الشخص اللي بده يعمل دايت يحكم أمره بالبداية، يحضر حاله. أنا نصيحتي قبل ما يبلش بالتضحيات يبلش ياخد البرياتيك بلس ويشرب مي مليح. ليه؟ لأنه البرياتيك بلس والبكتيريا اللي فيه رح بتساعده يفرز توكسينز، صار الكمية الدهن اللي عليه أسهل على الجسم ليصرفها. إذا يعمل أسبوعين، هلأ إذا نزل وزن بيكون حصل على اللي بده إياه. هلأ لما يكون جسمه صار حاضر، أي اهتمام بالدايت، أي تغيير بمنطق الكالوريز ومنطق الكربوهيدرات ومنطق السكريات والحلويات، هون ببلش يشوف النتيجة أوسع. بحب يزيد على هالشي لأنه متمرس، لأنه هو متقهر من قبل ما جابت له الدايت اللي عمله نتيجة أو جابت له نتيجة ورجعته. نحن عم نحكي عن شو؟ نحن عم نحكي أنك تنقصي وزن، ما تنقصي مي، تنقصي فات، وخاصة عند وسط المعدة، وهذا هو عمل لأنه كلها بتعيش هون البكتيريا بداخل الجهاز الهضمي. طيب شو رأيك؟ شو رأيك بنت نزل وزنها، ضعف وجهها وضلت النفخة موجودة بطريقة مش صحية كتار؟ أنا صحية. فالبرياتيك بلاس والبكتيريا اللي فيه على القليلة. يا ما في أشخاص بيقولوا لي أنا حقيقة ما نزل وزني، توسعت، تحسنت عندي المقاييس، صح، وراحت النفخة، مبسوطين حتى ولو طلعوا على الميزان وما شافوا الكيلوغرامات نزلت. بشجعهم بقول لهم روحوا بعد بنفس الرجيم. ايه هون شو بيكونوا خسرانين؟ مش وزن، بيكونوا خسرانين فات. بيكونوا نحن بدنا نخسر فات، بيكونوا خسرانين مي، خسرين شوية فات وعضل. نحن ما بدنا نخسر عضل. طيب. البريوتيك بلس قدرتها تستوعب أكبر كمية من البروتينات. لما نحن بدنا نروح نحو عادة النوتريسيونيست بتقلك روحي نحو بروتينات، روحي نحو خضار، روحي نحو بعض الفواكه. لكن هون عملية البروبيوتيكس، البكتيريا هيدي الموجودة بالبريوتيك بلس، قدرتها على استيعاب أكبر كمية من البروتينات لتغذي العضلات، وهون عضلاتنا بتستفيد. منلاقي كمية العضل لما تروحي لعند النيوتريسيونيست وتطلعي على الميزان بتشوف انه كمية العضل تحسنت، كمية المي نزلت، وكمية الدهون نزلت بفضل البكتيريا، بفضل جهاز هضمي عم بيشتغل على اعلى مستوى. شو اللي بيخلي الجهاز الهضمي يشتغل على اعلى مستوى؟ البكتيريا اللي عايشة فيه، تريليونات البكتيريا اللي عايشة فيه، وغذاء موزع، غذاء سليم، غذاء غني بكل النوترين، بكل النوترينس اللي شو بيقولوا المواد الغذائية اللي بيحصل عليها جسمه. تفضلي. براتيك بلاس يعني برجلش الجسم. في حال كان شخص معين عنده بلوك وعم بيتعذب من خسارة الوزن، لو عم بيعمل دايت إذا كان في بعض الأمور ناقصة بجسمه ما رح ياخد نتيجة، فبقى نصيحة يتبع. نصيحة نصيحة، كل شخص عمل بلوك ما يخلي هالبلوك يأذيه نفسيا، صح، يتعبه ويستسلم. يبلش بالبريوتيك بلس، يبلش حبتين بعد كل وجبة طعام، حبتين بعد الترويقة، حبتين بعد الغداء، حبتين بعد العشاء، على أسبوعين يشرب على القليل لترين مي بنهار، يتمشى ويشوف الطريقة كيف جسمه عم بيعاونه بهالشي. إذا فقد وزن بيكون عمل شي رائع. ساعتها بحب يتبع تعليماتي لإنقاص الوزن، عندي تعليمات بقدر أقدم له إياها مع البريوتيك بلس حتى ينزل الوزن ما بين 3 و7 كيلو خلال أسبوعين. الوزن قادر ينزل أول أسبوعين برجيم ناجح بين 3 و7 كيلو. في أشخاص بينزلوا 2 كيلو ما بيكونوا مقهورين، في أشخاص بينزلوا 8 كيلو، بس عادة بهالثلاثين سنة نحن اللي تبعناهن لاحظنا أنه الناس بينزلوا بين 3 و7 كيلو أول أسبوعين. ما نزلنا هون نرجع منكفي الأسبوع الثاني، منشدد على شيء ما انتبهنا له ومنكفي، منوصل لهالسبعة كيلو اللي نحن بحاجة لهم. إذا كان في أشخاص هالقد بدهم، في أشخاص بدهم أقل ما بيقدر يوصلوا. لكن يا دكتور لكل اللي حابب يخسر وزنه ما عليه غير يتواصل معك على رقمك اللي عم نشوفه بأسفل الشاشة. نعم. ونحن بدنا نتشكرك. الله يخليك يا رب.
مشاهدينا بريك صغير وبنرجع بفقراتنا.